أنتقل إلى الخبير القانوني أستاذ أحمد العبادي من بغداد. جدل بيزنطي حقيقة مستمر حول من بإمكانه تحديد هذا ليس من صلاحية الحكومة أم من صلاحياته. الست آيات تقول الظرف استثنائي وربما من حق السيد الكاظمي تحديد موعد للانتخابات. هل هو من حقه برأيك أم أن ذلك يتوقف على مراحل منها المفوضية، سيما وأن المفوضية ليست أو المحكمة الاتحادية ليست جاهزة؟ طبعا بغض النظر عن ذلك كله، ما فائدة إجراء انتخابات مبكرة وأمامنا الكثير من العراقيل؟ تفضل. تحية لك وللضيوف الكرام. حياك الله. طبعا الدستور واضح جدا في المادة 64 في موضوع حل مجلس النواب. الحقيقة بعد حل مجلس النواب السيدة أشارت إلى أنه آلية حل مجلس النواب في المادة 64 إما بناء على ثلثي طلب ثلثي أعضاء مجلس النواب أو موافقة طلب من رئيس الجمهور رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، ويتم التصويت بالأغلبية في مجلس النواب بالموافقة على حل البرلمان. ولكن من هو المسؤول عن تحديد الانتخابات بعد حل مجلس النواب؟ نفس المادة أشارت أنه هذه هي صلاحية رئيس الجمهورية. يدعو رئيس الجمهورية بعد حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من يوم الحل، من تاريخ الحل. إذن هذه هي صلاحية رئيس الجمهورية لتحديد موعد الانتخابات. طيب ما دخل رئيس الوزراء حينما يحدد ذلك؟ يعني مستشار رئيس الوزراء السيد عبد الحسين الهنداوي يقول خلاص رئيس الوزراء حدد واتفق واجتمع حتى بحضور مفوضة الأمم المتحدة في العراق ممثلتها بلاس خارت وأعضاء في مفوضية الانتخابات وبحضور أيضا الرئاسات الثلاثة. هل تعتقد أن ذلك ضرب للدستور في تحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس الوزراء كما يقول العديد من البرلمانيين؟ يقولون لم يعد هنالك توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، صارت هناك نوع من الطغيان من قبل السلطة التنفيذية عبر تنفيذها أو عبر تحديدها شخصيا للانتخابات المبكرة. يعني إعلان السيد الكاظمي، رغم أنه أنا مو رجل سياسة، أنا رجل قانون، لكن إعلانه بناء على ضغوط الشارع وحتى يرضي الشارع العراقي، لكنه من الناحية القانونية هو ليس قانوني وليس دستوري، لأن من يحدد موعد الانتخابات بعد حل مجلس النواب هو رئيس الجمهورية، وهذا وارد يعني بصراحة بالدستور. أما السيد رئيس الوزراء يعني حدد هذه المسألة، ربما يريد يحث مجلس النواب على حل نفسه، وبعد ما يتم حل مجلس النواب تتم الانتخابات. في اعتقادي يعني مثل ما أعتقد سمعت من الأستاذة، حقيقة يعني أعتقد أنه مجلس النواب راح يحل نفسه خلال هذه الفترة، لأنه أساساً الحكومة راح تتضرر، يعني رئاسة الوزراء ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء راح يتضررون من هذا القرار، باعتبار أنه راح تصير تصريف عملهم تصريف أعمال ويفقدون صلاحياتهم. طيب حقيقة الأمر معلوماتنا واللي نشوفه يعني من الناحية العملية من سابع المستحيلات أن يكون 6-6 هو موعد